وزير العدل الباكستاني ميان جاويد لطيف رئيس الوزراء السابق عمران خان قائلا إن وجهه الحقيقي سيكشف بعد البت في الدعاوى القضائية المعلقة ضده في غضون 3 أشهر. وأضاف جاويد لطيف في خطابه في إسلام أباد أنه لن يكون هناك من يتذكر اسم عمران خان بمجرد أن تعلن المحكمة حكمها. وانتقد أيضا وزير العدل خان انتقده لانتهاكه القانون والدستور قائلا إن الشعبية لا تعني أن أحدا فوق الدستور، متهما خان بإثارة الفوضى، موضحا أن الوطنيين في باكستان يعتقدون أن الدولة لا يمكن أن تدار بدون سيادة الدستور وكذلك القانون. ومن إسلام أباد ينضم إلينا مراسلنا بلال الأسطل. إذن بلال، ربما حرب التصريحات إن صح التعبير الآن محتدمة بين الحكومة من جهة وعمران خان، ضعنا في آخر التطورات المتعلقة بهذه التصريحات. نعم زاهر، هذه التصريحات بالفعل هي حرب قائمة بين الحكومة الباكستانية والمؤسسة العسكرية كذلك الباكستانية من جانب، ومن جانب آخر رئيس الوزراء السابق عمران خان وقادة حزبه حزب الإنصاف الباكستاني. عمران خان اتهم منذ اللحظة الأولى 3 من قادة البلاد، اتهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى جانب أحد جنرالات الجيش الباكستاني أو مدير الاستخبارات الباكستانية بالتورط في محاولة اغتياله الفاشلة. إذا لا تزال هذه التصريحات قائمة بين الحكومة وبين عمران خان. الحكومة بدورها نفت هذه المزاعم التي وصفتها بالمزاعم الصادرة عن عمران خان، وتحدثت بأن يثبت ما تحدث به أو ما زعمه حسب ما قالت الحكومة الباكستانية التي نفت هذه التصريحات وقالت إن من شأنها إثارة الفوضى في البلاد. عمران خان بدوره دعا إلى الاحتجاجات المستمرة والتظاهر في جميع أنحاء البلاد. التظاهرات أو المدن الباكستانية شهدت تظاهرات عدة اليوم، تم تفرقة بعض هذه التظاهرات في الغاز المسيل للدموع. إضافة إلى ذلك، عمران خان أشار بأنه سيعود إلى الشارع مجددا لتحقيق مطلبه الرئيس، وهو الذهاب إلى انتخابات مبكرة. إذا يمكن القول بأن الأزمة السياسية لا تزال قائمة في البلاد ولا يوجد هناك بوادر للحلول، خاصة وأن الحكومة الباكستانية حتى هذه اللحظة لم تبث في أمر عمران خان، ويبدو بأن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في محاولة اغتيال عمران خان على ما يبدو بأنها لن تلقى ارتياحة رئيس الوزراء السابق عمران خان، وبطبيعته هو كان يشكك دوما في القضاء الباكستاني، وكان نعم يتهمه بأنه قضاء مسيس. إذا لا يوجد بوادر في الأفق تلوح في الأزمة السياسية، ولا تزال هذه الأزمة مستمرة، لا يوجد هناك حلول، والتظاهرات تستمر في الشوارع الباكستانية. شكرا لك، شكرا جزيلا لك بلال الأسطل مراسلنا من إسلام أباد.